registered nurse بلبنان and I'm right to be. هي يعني بدي اقول لك كيف انه مثل مشاعر بتشاركي يعني خوف وتوتر وفرح مع بعضهم كلهم. في ضغط، في تحضيرات، في توتر، في الكل انه بدنا نلحق كل شيء يعني بوقته كمان، فما في كثير هالاعتناء الكبير بالبشره مثل ما المفروض يكون، وكمان في عندي مخاوف انه تطلع حبه مثل دائما الحبه اللي بدها تطلع بكل حفله. انا كان عندي قبل مشاكل يعني حبوب، كل فتره بيطلع لي حبوب مثل كل البنات يعني، واكثر شيء بيطلع وقت الحفلات. نظيفة، جلوي، ناعمة، كتير يعني تكون حلوة لحتى أنه الميك أب كمان يطلع حلو، كل شيء يطلع حلو، أنا أكون مرتاحة وما عندي شك بهذا الموضوع. كرمال هيك أنا هلا هون. هلو زينب، كيفك؟ أنا خبروني أنه عرسك قرب، قد إيه محمسة؟ كتير. اليوم انا وياكي بدنا نقعد وبدنا نحكي لانه بدي اياكي تكون بشرتك احلى بشره، البشره اللي بتحلم فيها كل بنت نهار عرسها. سو اذا بتطلعيت على جلدتك يو هاف ا جود سكن 72% بالنسبه للاشخاص اللي هن بعمرك. سو بيزيكلي هاف ا جود سكن، بس بدنا نشتغل على الدلنس، نسميك الجلده، نعطيها هايدريشن اكثر، ونعطيها تكون مشدوده اذا بدك اكثر، ونشتغل على العلامات. هلا انت بدك تقولي لي شو اللي بيزعجك؟ ما في لون موحد بالبشره، ما انا كثير ناعمه مثل ما انا بحب، بحبها اكثر تكون مشدوده مرفوعه كمان، بحب يروحوا كمان الندبات اللي الحبوب القديمه، واكيد يعني بحبها تكون نظيفه ناعمه وشفافه. زينب حذري شو؟ I have the perfect برايت تو بي كيت من بلوريال، بديك تفتحيها وتشوفي شو بنصها. بعرف عم تطلعي وبعرف عم تقولي هدول شو. هدول البرودكتس هن البرودكتس اللي رح يقدر يعطوكي اجمل بشره معقوله حيا العروس بتحلم فيها. هلا رح خبرك عن كل برودكت. انا سمعت وقلتي لي شو هن الاشياء اللي زعجتك ببشرتي، سو عملت لك ذا بيست كومبينيشن. سو اول شيء رح نحكي عن البلوريال بايوسكالتشر. سو بيزيكلي هذا البرودكت فيه هيرونيك اسيد، بنحطه بنقطة معينة، هذا رح يعطيك ذا ليفتنج افكت من دون ما يكون فيلر. سو هيدا منه فيلر لحتى نوضح، لأنه في عالم بتقول ما بدي أحط فيلر لأنه ميبي يور تو يونغ أو ما بدك تعملي فيلر. هيدا الحلو فيه إنه بسميك لك جلدك، بيعطيك الليفتنج افكت بنفس الوقت، بحفز إنه جلدك يعمل كولاجين. سو بيزيكلي يو بروديوس يور أون كولاجين، سو بنعطيك ذا ليفتنج افكت اللي أنت حبيتيه. البلوريال سيل هيدا رح يساعدنا لحتى نرطب الجلدة، نسميك الجلدة، نعطيها the nice glow، ونفس البرودكت نستعمله under the eye لحتى يشتغلنا على الاسوداد من دون ما نكون عم نحط fillers. سو بنكون اشتغلنا على الاندر اي اللي هي زعجتك، بنكون اشتغلنا على الجلدة وزدنا الالاستيسيتي تبعيتها لتكون مشدودة. شو بقى نعمل؟ بدنا نعمل polish، مظبوط. سو الحبوب، علامات الحبوب واللون، نقيت لك تو اميزنج برودكتس، الريفرش والكلير. الكلير هو رح يشتغل اكثر على حب الشباب، على علامات حب الشباب، على البورس. سو هيدي شغله انت بتحب تكون ما يكون عندك اياها. الريفرش هو رح يعطيك ذا جلو. سو بهالطريقه بنكون عملنا ذا بيست كومبينيشن تيلرد ميد فور يور سكن، يعني عملنا شيء مخصوص لنوع جلدتك، للاشياء اللي زعجتك، للاي اي تيست اللي عملناه لحتى نعطيك ذا بيست ريزلت. لان انت بتعرفي بين شخص وشخص الجلد بتفرق، ما فينا نعمل نفس الشيء لكل الاشخاص لانه بناخذ نفس النتيجه. سو ذيس از يور تيلر ميد برايت تو بي كيت. اورايت، اللي ناقص هلا بس نعمل لك اياه هون، اند ذن وير غانا شو ذا ريزلت.